يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الندوة البرلمانية العربية حول الوضع العربي الراهن، والذي يعقد في القاهرة على مدى يومين بدءا من اليوم، وذلك برئاسة سعادة السيد أحمد بهزاد عضو مجلس الشورى وعضوية عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشورى، حيث يلتقي أعضاء البرلمانات العربية لتسليط الضوء ومناقشة تطورات الأوضاع العربية والتحديات والفرص المتاحة أمامها. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الدكتور منصور سرحان عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك في أعمال الندوة. بعد التحية دكتور منصور، هل تحدثنا حول أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في هذا اليوم؟ نعم، هو في الواقع أن الندوة البرلمانية حول الوضع العربي الراهن بدأت أعمالها اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها ممثل رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، وبعدها تم تناولت الجلسة الأولى. طبعا عقدت جلستين في الواقع. الجلسة الأولى تناولت النظام السياسي العربي، نعم، والتهديدات الخارجية، وكانت الكلمات والمداخلات منسجمة حول التحديات التي تمر بها طبعا بعض البلدان العربية، وبصورة خاصة التهديدات الخارجية التي تهدد أمنها واستقرارها. نعم. كما تم تناول ظاهرة الإرهاب والتطرف وانتشار الفكر التكفيري الذي كان من نتيجته التدمير والعبث بمقدرات بعض الدول العربية. نعم. طبعا أجمعت المداخلات على أهمية التطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار، كما تمت المطالبة بأهمية العمل العربي المشترك والمزيد من التكاتف والتعاون بما يوحد الدول العربية ويضمن أمنها واستقرارها. نعم. ويمكنها من صد التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية، وطبعا هي هذه طبعا وهي تدخلات لها انعكاساتها السلبية على أمن منطقتنا العربية وعلى سلامة أراضيها. نعم دكتور منصور، لنقف مع هذه الانعكاسات قليلا. كيف تقرؤون مؤشرات الأوضاع في الوطن العربي والمخاض العسير الذي يمر فيه؟ ما هو ممكن لمثل هذه الندوات أن تسهم به إيجابيا في واقعنا العربي؟ الصراحة هذه الندوات تسهم إيجابيا في واقعنا العربي، لأنها تهدف إلى خلق منبر لتبادل الآراء حول أهم التحديات التي تسود وطننا العربي اليوم. نعم. وعلى وجه الخصوص طبعا تلك التحديات المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية ومعوقات التنمية واستقرار الأمن. وأنت تعرف يعني كثير من البلدان العربية مستهدفة طبعا من دول الخارج، هناك إرهاب طبعا امتدت يده إلى دول عربية تصديره من الخارج وبمساعدات من دول معروفة طبعا. وهنا تكمن أهمية هذه الندوات لتسلط الضوء على أهمية محاربة الإرهاب بصورة متكاملة، وأيضا وقف التدخلات الخارجية والتي تعبث بأمن الوطن. نعم. العربي. نعم، من القاهرة سعادة الدكتور منصور سرحان عضو مجلس الشورى عضو الوفد المشارك في أعمال الندوة، شكرا جزيلا لك.